حضرتك بتدرسي في كليه ايه؟ كليه زراعه عين شمس. في سنه كام؟ اولى. حضرتك شايفه مستقبل الزراعه ايه في مصر؟ وانا شايفاها كويس لو احنا اجتهدنا وحبينا اللي احنا بنعمله. ده بقى غير ان الناس التانية بتقعد تحطمنا في ان احنا ليه زراعه ما اعرفش ايه. احنا لازم نثبت للناس احنا زراعه دي حاجه كويسه جدا من كليات القمه، من اهم الكليات في مصر، فلازم نشتغل ونجتهد. قسم الكيمياء حيوي وكليه زراعه جامعه لازم. تمام. في سنه كام بقى؟ رابعه. ايه مستقبل الزراعه في مصر؟ مستقبل الزراعه في مصر هي تعتبر كل حاجه في مصر، لان الزراعه بتعتمد على حاجات كتير، منها اكل الانسان وغذاء الحيوان، حاجات كتير يعني. ايوه يعني انت عارف شايف مستقبل الزراعه، هنقدر نوسع الرقعه الزراعيه؟ هتقل اكيد طبعا، مشوار المليون ونص فدان ده اكيد هيوزع الرقعه، هيوسع الرقعه الزراعيه كتير. واثق بنسبه كام في الميه في ان مشروع المليون ونص فدان هيتنفس؟ انا واثق بنسبه 100% اكيد، من خلال الحاجات والاجراءات اللي بتتم اليومين دول. هل مصر فيها ميه تكفي زراعه مليون ونص فدان اضافه على المساحه الموجوده فعليا؟ هي ممكن تكفي لو شغلت مخي ان انا استخدم مثلا التقنيات الحديثه في الري، زي الري بالتنقيط والري بالشبكات والحاجات دي، الري بالرش، ان شاء الله هتكفي يعني. رابعه ان شاء الله. حلو جدا. قول لي حضرتك شايف مستقبل الزراعه في مصر ازاي؟ انا شايف الزراعه ان مصر اصلا عباره عن زراعه اصلا. المفروض يعني انها تكون اول حاجه، يعني سبب تقدم مصر المفروض الزراعه، ده المستقبل ليها. ايوه يعني انت حضرتك شايف هل الرقعه الزراعيه هتزيد؟ هتقل؟ ان شاء الله باذن الله. نعمل يعني ان شاء الله في تقدم باذن الله في الرقعه الزراعيه وفي المياه وفي كل حاجه ان شاء الله. هل عندنا ميه تكفي زراعه مساحات جديده من الاراضي الزراعيه؟ لا يا الميه صراحه في قله في الميه كتير، فعشان كده ما فيش مساحات زراعيه. يعني لازم الميه اولا، شيء اول دي حاجه من ضمن اللي انت عشان توسع في الرقعه الزراعيه لازم متوفر عندك الميه قبل ما انت تعمل توسع في الرقعه الزراعيه. قول لي ايه افضل طرق الري المناسبه للزراعه في مصر الايام دي؟ يعني يا في طرق كتير، بس في الغامر، في التنقيط يعني ربط تنقيط. توقعاتك ايه لمستقبل الزراعه في مصر؟ والله مثلا لو مشروع بتاعنا مليون ونص فدان ده اتطبق فعلا هيبقى توسع كبير في الزراعه في مصر. تمام. بالذات كمان يعني لو اقتصدنا في مصادر المياه مثلا، او استخدمنا الطرق الحديثه في الري عشان المياه تكفي، عشان مشاكل او مثلا ما استخدمناش مبيدات كتير، عملنا عمليات معالجه الحاجات الحيويه، نستخدم الحاجات الحيويه اكتر ومبيدات عشان ما تاثرش وكده، ونقدر ان احنا نتوسع. لإلا كده هنوسع، كل ما وسعنا في الزراعه واستخدمنا مبيدات اكتر، كل ما لوثنا البيئه اكتر، وكل ما عملنا اكتر. راضي عن اوضاع مصر الزراعيه؟ دلوقتي لا طبعا، ده احنا دلوقتي عندنا عجز في يعتبر في معظم المحاصيل. يعني لا مستحيل طبعا، لا لازم توسع، ولازم يعني كل جهه في مجال الزراعه يعني عندها امان، عندها ضمير، عشان الزراعه تعلى في مصر. اصلا بتحب الحيوانات؟ لا طبعا. تمام. انت شايف مستقبل الطب البيطري في ايه بالظبط؟ هو بصراحه مهمش حاليا، يعني بقى له فتره طويله مهمش، وانا بصراحه بامل يعني ان هو يتحسن الى جوده اكتر بصراحه. يعني الطب البيطري سواء ثروه حيوانيه او سلامه اغذيه، كلها مجالات مهمه الواحد ممكن يستثمر فيها، حتى كشركات كالدوله نفسها هتفيد اكتر طبعا.